أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الخامس صلاة الاستخارة والحاجة إلى الله أو إلى آدمي. صلاة الاستخارة مستحبة، يستحب الإنسان يصلي صلاة الاستخارة إذا احتاج إليها، إذا احتاج إليها. وإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عزم أحدكم على الأمر فليصلي ركعتين، وليقول: اللهم نستخيرك بعلمك واستقدر بقدرتك، إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، إلى آخر الحديث. هذا يسمونه صلاة الاستخارة، والاستخارة تكون بعد الاستشارة. الاستخارة تكون بعد الاستشارة، يعني يستشير، يدرس الأمر، خلاص قرر مناسب، بيتزوج، بيسافر، يبي تاجر، يبي يشتري شيء معين، طيب شيء معينا، فيستشير اللي عندهم خبرة، اللي أكبر منه، اللي يحبوا له الخير، يستشيرهم إلى أن خلاص اقتنع أن خلاص بسافر، اقتنع بشتغل بهذه التجارة، بتزوج هذه البنت، بقبل زواج هذا الرجل، مثلا أعمل هذا العمل، مثلا وظيفة، طيب يستشير. بعد أن يقتنع تماما الآن يأتي المستقبل، ما يدري المستقبل شو يكون. هو الآن دراسة الأمر واضح، لكن مستقبلا ممكن لما يشتغل في هذه التجارة بيخسر، ممكن يتزوج هذه المرأة ما يتوافقون، ممكن إذا سافر هذه السفرة ما يرتاح، ممكن إذا توظف هذه الوظيفة، أي شيء من هذه الأمور. وذلك الإنسان يحرص أنه دائما يستخير الله تبارك وتعالى في كل شيء. طيب المهم بعد أن يدرس الموضوع يستخير الله تبارك، يقول: يا رب أنا سويت اللي علي، زين، بقى المستقبل عندك، ما أعرفه، إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، اقدره لي ويسره لي، اللي هو زواجي من فلانة، زواجي من فلان، سفري إلى البلاد الفلانية، تجارتي كذا، يسمي شيء الذي يبيه اللي يريده. طيب وإن كان شرا لي في عاجل أمري وآجله، في ديني ومعاشي وآجل أمري وعاجله، فصرفه عني وصرفني عنه. ولا بد أن ترضى، يا خلاص تخرت، وكلت الأمر إلى الله تبارك وتعالى، اختار لك، تم قل الحمد لله، ما تم قل الحمد لله. طيب يعني إذا تم معناته خير لك ووفقك الله له، ما تم معناه خير لك وصرفك الله عنه، مو يعني شر لك وصرفك الله عنه. فلا تزعل إذا ما تم، بالعكس إذا ما تم قل الحمد لله، إذا تم قل الحمد لله، واضح؟ فلا لا تزعل. ويكثر عند الناس كلمة يقول: شورك وهداية الله، صح. لما نقول لا، قول هداية الله وشورك، لا مو صحيح، شورك وهداية الله، الشور قبل مو أهم لكن قبل، وهداية الله أهم لكنها عقب، وهي الاستخارة. إذن أول الشور يستشير، ثم إذا اقتنع يستخير، يستخير الله تبارك وتعالى، ثم يقدم على الأمر، وإذا كتب له معناته خير، إذا ما كتب له معناته شر له، ولا يزعل في هذا الأمر. بعض الناس لا، يبيه زين، يبيه، نقول له استخير، يقول لا ماني مستخير، أبيه خلاص درست عدل. أنا أذكر أن في شخص اتصل فيني على زواج، قال أن هذا الرجل يبي يتزوج ويبي هالمرة هذه، فقلت له استخير. قال شو أقول؟ قلت له قلت كذي: إن كان خيرا لي فيقدره لي يسر لي، وإن كان شرا لي. لا، قال لا ما بيصرف عني، ماني مكمل الدعاء، بس بد النص الأول بالدعاء، اقدره لي ويسر لي. قلت وإن كان شرا لي، قال كله واحد راضي بس أبيها. هذه ما هي استخارة، هذا لعب. فأحيانا الإنسان يعني يغلب هواه، هذه ما هي استخارة. ففعلا الإنسان لابد أن يستخير ويرضى باختيار الله تبارك وتعالى. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالإنسان ينتبه لهذا الأمر. قال: صلاة الاستخارة والحاجة إلى الله. ما في صلاة الحاجة، لم يثبت فيها شيء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في صلاة الحاجة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. إذا حزبه أمر،
يعني اهتم لأمر قام يصلي لله تبارك وتعالى. وكذلك المشهور عن الحسين بن علي رضي الله تبارك عنهما أنه لما كان في الطف في استشهاده رضي الله عنه، لما كان في الطف وخيروه يعني تستسلم ولا نقاتلك، قال دعوني أصلي فإني أحب أن أصلي، فقام يصلي ويدعو الله تبارك وتعالى، حزبه أمر فقام إلى الصلاة. فالإنسان إذا حزب هذا سمها كذيها صلاة حاجة، ممكن أن حزبني أمر همني أمر فأقوم إلى الصلاة أصلي لله تبارك وتعالى، طيب وأدعوه أن ييسر لي هذا الأمر أو يصرفه عني، اللي يكون بدون استخارة. وهذه بعضهم يسميها صلاة الحاجة، سميها صلاة حاجة بس ما في شيء اسمه صلاة الحاجة. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.